قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ماذا يفهم من هذه بالمؤمنين رؤوف رحيم؟ الذي يفهم منه أنه شديد على الكفار، ولذا قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا أيضا يفيدنا بفائدة، وهي أن المسلم ولسيما طالب العلم إذا قرأ النص الشرعي من كتاب أو سنة لا يقتصر على الظاهر كما هو شأن الظاهرية، ولذا خالفوا كثيرا من النصوص فيما ذهبوا إليه. فأنت مأمور أن تنظر إلى المنطوق وإلى المفهوم. فنحن هنا أمامنا منطوق بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما هو المنطوق؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ذو رحمة ورأفة بمن؟ بالمؤمنين. هذا حكم وفائدة. أن نقتصر على هذا فقط؟ لا، لابد أن نمعن النظر. ما هو المفهوم؟ نأتي بفائدة أخرى، وهي أنه غليظ على الكفار. ولذا المفهوم من المعتبرات التي يستند إليها. ولذلك الظاهرية مثلا، حتى تعلموا أن الأخذ بالظاهر دون المفهوم يوقع العالم في حرج من أمره، النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن البول في الماء الراكد قالوا يجوز أن يبول في إناء ثم يسكبه في الماء الراكد، هذا جائز، لكن لو بال مباشرة هذا لا يجوز. والأمثلة على هذا كثيرة.